نتكلم في موضوع مهم جدا. عايزه اقول ان احنا خلاص يوم ورا يوم وبدانا نرجع لحياتنا الطبيعيه، بدات الاماكن والكافيهات والحاجات بدات تفتح واحده واحده، بس مع كل ده برضو لازم نخلي بالنا عشان لسه احنا مستمرين، فيروس كورونا لسه موجود، فاحنا لازم ناخد بالنا كويس جدا. عشان كده هنتكلم على القرارات امبارح اللي اعلنها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. من ضمن القرارات دي انه هيتم فتح ان شاء الله يوم السبت الجاي هيتم فتح المقاهي والكافيهات بس بنسبة 25% من طاقة المكان، غير طبعا انه تم منع الشيشة تامة في كل الاماكن طبعا، وغير كده كمان عايزة اقول انه هيبقى في الاماكن النوادي ومراكز الشباب برضو هيتم فتحها. يعني اهو يا مسهل، واحدة واحدة وبدأنا نرجع تاني، بس اهم حاجة نستمر بلبس الكمامات، ناخد بالنا ما نعملش زحمة، الحاجات دي كلها مهمة جدا.